بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده مع بعض هنشوف برنامج اليومن. برنامج اليومن برنامج اظهار معماري، يعني بيستخدمه المعماريين لمجرد ان هو يظهر الشغل بتاعه، ما بيرسمش هو الحيطان والشبابيك والباب. الحاجات دي ممكن كلها ترسمها على اي برنامج زي الريفت او الارشكاد او السكتش اب او اي برنامج انت عايزه، وبعد كده بتصدره لبرنامج اليومن يبدا هو يعمل له اظهار. برنامج اليومن متخصص في الاظهار المعماري، ملوش ان هو يعمل افلام كرتون او توم جيري والحاجات دي زي الماكس. الماكس مفتوح على البحر بيعمل كل حاجه، فميزته وعيب الماكس ان هو بابليك، عام لكل شيء. فلو انت بتفكر في اي حاجه، اي حاجه تتخيلها هو يقدر يعملها لك. اي شكل عايز تصممه هو يقدر يصمم لك اي شكل، يقدر يعمل له ريندر، يبدا يعمل له حركه الفيديو، يبدا يعمل لك اي حاجه انت تتخيلها. بينما اليومن اظهار معماري بس، فبتلاقي البرنامج سهل جدا، الادوات مخصصه انها تخدم اللي هيشتغل فيه الاظهار المعماري. اول ما الشاشه بتفتح لي بلاقي سيتنج، اعدادات بسيطه جدا، عايز الكواليتي قد ايه، عايز الريزوليوشن قد ايه، عايز الزرار اللي اب وداون بتاعت الكاميرا، سلو هاي كواليتي، بتدوس عليها وهنا تبدا تختار الكواليتي اللي انت عايزها، وتشتغل بالمتر ولا بالفيت، عايز تصفي الصوت ولا تشغله زي ما انت عايز. اوكي تمام، خلينا نرجع. دي حاجة انا كنت شغال فيها. طيب بعد كده بقول له نيو، هبدأ حاجة جديدة، وتحت هنا بلاقي سيستم سبيد، دي معلومات عن البروسيسور بتاعك، وهنا مديني هنا تحذير شخصي لي انا، بيقول لي كارت الشاشة بتاعك 1 جيجا او اقل من 1 جيجا، فحاول تشتري كارت شاشة جديد. تمام. بعد كده بلاقي اكزامبل لبعض المشاريع اللي موجودة، بتلاقي تحفة فنية، دي برنامج يقدر يعملها. لود، دي حاجات كنت انا اشتغلت فيها قبل كده. سيف، ده سيف تلقائي وانت شغال، ممكن تكتب اي اسم. هنا امبورت، لو انت عايز تعمل امبورت لاي لقطة، تشوف انت ده اللي هو IS4. هنا اكسبورت لو انت عايز تصدر شغلك. خلينا نبدأ نيو، واقول له انا عايز اي لقطة من دول. كل دول تقدر تظبطهم على بعض، يعني ممكن من ديت تبدأ تعدل لحد ما توصل اللقطة دي، تعدل لحد ما توصل اللقطة دي زي ما انت عايز، بس انت تحاول تختار الحاجة الأقرب لشغلك. يعني لو انت مثلا هتعمل جنب نهر أو ترعة أو أي حاجة، بتيجي هنا عايز منظر ليلي، بدل ما تبدأ تظبط الإضاءة وكده، لا تاخد الإضاءة الجاهزة. وإن كان الإعدادات سهلة جدا وبسيطة زي ما احنا هنشوف دلوقتي. تمام، دي الشاشة بتاعت اليومن. بلاقي هنا الوزر، الوزر بتبدأ تعدل الشمس، اتجاه الشمس هيبان طبعا لو احنا حطينا أي مبنى. خلينا نبدأ نحط مبنى. اللاندسكيب، لو انت عايز تبدأ تحط تلال، تبدأ تحط نهر، تبدأ تظبط أي حاجة. امبورت، لو انت عايز تدخل لقطة. عندي هنا اوبجكت، اوبجكت دي عناصر زي عربيات، شبابيك، عايز تدخل افكت، اي عناصر موجودة، وهنبدأ نشوفهم مع بعض. بس خلينا نبدأ نقول امبورت. من هنا اد ان نيو موديل، بتبدأ تضيف اي موديل انت عايزه، يعني مثلا ده اكاديمية، اي مشروع انت كنت شغال عليه. ممكن تفتح السكتش اب على طول، او امتد اف بي اكس، تقريبا كل البرامج اللي شغالة في المجال المعماري بتصدر اف بي اكس عادي، او ممكن تصدر دي اي اي، وده ممكن تنزل بلاجن للريفت او السكتش اب او لاي برنامج شغال عليه، بلاجن بتسطبه بيتضاف للبرنامج، بحيث تقدر ان انت تصدر من البرنامج اللي انت شغال عليه لبرنامج اليومن. طيب وبعد كده هنا بديك اخر كذا موديل دخلوا جوه البرنامج تختار منهم. دي اخر موديل، او اخر دي شويه فيلا كنت انا شغلت عليها. خلينا نختار مثلا المول هنا، انا كده جوه المول فعايز اخرج، فببدا ادوس بالبكره عشان اخرج من المول. عايز اطلع شويه بالكاميرا، هدوس على كيو ابدا اطلع. ده لسه مكملش، وفي حاجه كده هتشال وحاجات هتتحط، فمحدش يشغل باله بالشكل. تمام، يعني غالبا الاهرامات دي هتشال. المهم يعني احنا بنبص بس على البرنامج، مش بنبص على حاجة تانية. تمام،
انت دلوقتي حطيت الموديل، لو انت عايز بقى تلغي او تشيل او تعمل، بتبدا تلاقي الخصائص. يعني هنا ده موف، بتبدا تبص على الدوريه دي، دي المركز بتاع الحاجه كلها، هتقول له موف وتبدا تحرك المبنى زي ما انت عايز، زي ما انت شايفه احنا بنحرك. تمام اهو، ممكن اقول له اب وداون، يعني عايز ابدا اطلع او انزل. خلي بالك طول ما انت شغال عندك شويه اختصارات، يعني ده بيقول لك اوربت كاميرا، دراج بوكس، يعني تبدا تشوف الاختصارات ديت هتلاقي بتفيد. ده ممكن تطلع بالحاجه زي ما انت عايز او تنزل بيها. بص لما تنزل جامد ايه اللي هيحصل؟ الحاجه بدات تختفي. تمام، سايز اوبجكت، بتبدا تشوف العنصر اذا كنت عايز تكبره او تصغره زي ما انت عايز. طبعا الحاجات دي كلها موجوده مع جميع العناصر، يعني ممكن لو انت حاطط عربيات، لو عايز تحط اي حاجه تبدا تسيس فيها وتشتغل من هنا. روتيت لو انت عايز تبدا تلف في المبنى. طيب هو كده بيلف في الامتداد بس، طب انا عايز الف، يعني بدل ما هو بيلف حوالين حاجه، لا انا عايزه يتقلب او حاجه زي كده. تبدا بقى تبص على الحاجات التانيه ديت، روتيت بيتش. كده انا بلف المبنى، ممكن مثلا عايز اقلبه زي ما انا عايز. تمام، لان ممكن تكون انت مثلا مدخل عربيه مثلا او حاجه، والعربيه الكاوتشات الورانيه تحت والكاوتشات كانها عامله حادثه، فممكن تلاقي حاجه دخلت معاك غلط، تبدا تعملها روتيت من هنا وتظبطها زي ما انت عايز. هنا دي حاجه اسمها كونتكست منيو، بيديني شويه خصائص كتيره. ببدا ادوس هنا، بيقول لي سيلكشن، عايز تعمل تحديد ولا ترانسفورميشن. ترانسفورميشن بيبدا يديني بقى سبيس الاين، عايز تعمل محاذاه لحاجه تانية. تمام، بيبدا يديني شويه اختيارات تبدا انت بقى ايه تتعامل معاها. اللوك بوزيشن، سيم روتيت، بيكون ما عندك عنصرين وعايز تظبط حاجه على حاجه تانية. تمام، عايز تلغي بقول له ديليت، وابدا اختار الحاجه اللي انا عايزها والغيها. بعد كده بلاقي اوبجكت. ايه اوبجكت دي؟ اوبجكت دي قصه لوحدها. اولا عند الشجر بتبدا تدوس هنا وتبدا تشوف انهي شجر اللي انت عايزه. تمام، تشينج اوبجكت، مثلا اخترت دي، تبدا تحط الشجر. خلي بالك من اختصارات، يعني هتلاقي الاو اوربت كاميرا اولوز بليس اون تيرا. تعال، ايه بقى حكايه الجي ديت؟ دلوقتي انا بحط شجر هنا، هو بيبدا يشوف الارضيه هنا احطها عليه. طب لو جيت هنا فوق عربيه مثلا، تلاقي فوق العربيه 1.76. تمام، يعني لو جيت احط كده هتحط فوق العربيه، اتحركت هنا فوق المول ده. ممكن تكون انت عايز كده، يعني انت عندك مزاج تزرع على السطح مثلا، ماشي، فهو اوتوماتيك بيلقط الحاجه ويحط فوقيها. تمام، يعني ده على ارتفاع 11 متر بدأ يحط الشجر، هنا فوق العربية بدأ يحط الشجر، واحد اشترى شجرة وحطها فوق العربية وماشي بيها. تمام، بس طبعا ايه الكلام ده ممكن ما يكونش منطقي شوية، فطب اظبطها ازاي؟ عندي هنا حاجة اسمها حرف الجي، بدوس عليه طول ما انت ماشي، ملوش دعوة بالحاجة فوق فين، وليه دعوة ان هو يحطها في المكان دوت، هيحطها على الأرض، ملوش دعوة بالعربية. يعني تيجي تحطها كده فوق الأتوبيس، لا هو يحطها ايه في المكان ده، ملوش دعوة فوق ولا تحت ولا الحاجات دي كلها. تمام، ده اختصار اللي هو الجي. تمام، وعندي الزد بيديني مقاسات، بيكبر وصغر عشوائي. يعني بص هحط شجرة كبيرة شجرة صغيرة زي ما انت شايف، في شجرة صغيرة اهيت اهي، ده لو انا عايز احط حاجة عشوائي نفس العنصر بس عايزه كبير وصغير والحاجات ديت. ماشي، طيب لو انا عايز انزل الشجرة ديت عادي، بقول له موف، ببدأ اقول له شينج هاي، يعني ممكن اغير الهاي بتاعه، ابدا انزل زي ما انا عايز، وممكن اقول له موف، والاحسن الصراحه ان انا اقول له ديليت وراح دماغي. تبدا تشوف ايه الحاجه اللي مضايقاك وتبدا تشيلها. ممكن تروح معلم كده، تبدأ تشيل العناصر، وممكن اقول له انا عايز عربيات، تبدأ تحط العربية اللي انت عايزها. هنا جايب لي مركب، لا انا مش عايز مركب، انا عايز عربية. تبدأ تشوف العربية،
ونفس الكلام اللي احنا قلناه هناك، بعد ما هتحط العربية تبدأ تقول له لا ده انا عايز اعمل لها روتيت، تبدأ تختار عربية وتلفها بحيث ايه تبقى ماشية مظبوط. تمام. هنا بقى لو عايز تحط ساوند، ساوند دي بحيث اول ما تقرب من النقطة دي تبدأ تسمع صوت، مثلا ده صوت قهوة تبدأ تحط صوت مثلا بتاع القهوة هنا، اول ما تقرب بالكاميرا تبدأ ايه الصوت ده يشتغل، اول ما تبدأ تعمل ايه الفيديو بتاعك. ماشي. صوت تحريك اشياء بيبول. عايزين صوت كده ناس قاعدين في السوق وبيشتروا وبيبيعوا، حاطين لهم الاصوات دي، ممكن احنا ندخل الصوت دوت ولا بلاش فضايح، خلي الناس كتير احسن. تمام. ممكن هنا تعال نشيل شوية شجر كده، المهم المؤثرات. تعال نقف على الشجر اقول له ديليت، او عشان ما يلخبطنيش حاطط لازم اكون محدد الشجر قبل ما الغي. اهم حاجه الشجر فوق العربيه دوت. تمام. طيب وبعد كده بلاقي افكت، دي شويه مؤثرات زي ايه، زي نافوره. تمام. زي عايز احط مؤثرات مثلا زي ولعه مثلا، طبعا دي هتبان اكتر بالليل، هنشوف بعد كده ازاي نخلي بالليل في سموك، في دخان مثلا. تعالى نخلي كان في عربية هنا بتولع، أولع في العربية دي كمان، أولع في هنا. طيب بعد ما حطينا السموك أقول له أنا عايز ضباب، ممكن تحط ضباب في حتة معينة. تمام. طبعا احنا استهبلنا وكترنا قوي في المؤثرات ديت، بس مش مشكله طبعا، ده لو وديته العميل حقيقي ممكن يولع فيك يعني، بس ايه بنشوف امكانيات البرنامج لا اكتر ولا اقل. انما ممكن تبدا تحط كراسي بينج بونج، دي شويه امكانيات بقى بتبدا تحطها عشان يعني نعمل واقعيه شويه. تمام. كنترول هيبدأ يحط كمية كبيرة قوي، بس خلينا نبدأ نظبط، نقول له احنا عايزين مثلا حاجة تكون كبيرة شوية. كنترول هيحط 10 نسخ مرة واحدة، حط 10 نسخ. طبعا المشكلة ان احنا مختارين سرير نلغيهم بقى، عشان ما طبعا مش هينفع يبقى في سراير ناس تنام كده قدام المول، يبقى شكلنا دايخ. الاختصارات دي بتسهل عليك شوية حاجات. هنا بيبول لو انت عايز تحط بشر، بتلاقي في ناس شبه ثابتة في مكانها وفي ناس باين عليها الحركة، يعني الراجل ده باين عليه ان هو بيتحرك. تمام. هنا لو عايز احط حاجات او الدور زي الحاجات ديت. بعد كده اللايت، طبعا اللايت مهم جدا، يعني مثلا ممكن تبدأ تحط هنا إنارة، مثلا هتركب مثلا جنب كل عمود إنارة مثلا، هتبان الحاجات دي كلها بالليل مش هتبان هنا. طب ازاي اخلي فيه بالليل؟ هدخل هنا في الويزر واقول له ده اتجاه الشمس. تمام. زي ما انت شايف بيبدأ يأثر على المبنى كله، اقول له هنا انا عايز المكان يبدأ يظلم شوية. تمام. اهو الإضاءة بدأت تظهر زي ما انت شايف، متغيرات بسيطة بتبدأ تأثر على الشكل اللوحة كلها، فالواحد لازم يبدأ يجرب كذا حاجة بحيث انها تبدأ تشتغل معاه. السحب. تمام كده انا خليت المنظر شعاري شويه. ارجع للاوبجكت واقول له انا عايز احط النار تانية مثلا هنا،
في حاجات مثلا بتبقى محتاجة ان انا اقول لها موف تاني، بحيث انها مثلا داخلة جوه المبنى فمش ظاهرة الاضاءة بتاعتها. ده مثلا ممكن ابدأ اقول له لا موف كده خليها هنا، واقول له خليها ترتفع شوية. بتبدأ تظبط الحاجات ديت. نرجع للوزر، قول له نورها شوية. خلي الشمس تبقى ساطعة بشكل دوت. تمام. هنا أنواع السحب أنت عايزها تبقى عاملة إزاي. اللاندسكيب، اللاندسكيب بقى بتبدأ تقول له مثلا عايز أنزل حاجة، عايز أحط ووتر في المكان دوت. خلينا نخرج بره المنظر كده، بره المول. خلينا نحط ووتر ابان اكتر. ادي الووتر، تبدأ بقى ايه تكبر الووتر زي ما انت عايز. ماشي، تبدأ تطلع بيه تنزل بيه زي ما انت عايز. ممكن تطلع مثلا بجزء دوت تنزل بيه. ممكن اقول له انا عايز محيط، عايز تبدأ تعمل كان في هنا جبل مثلا حاجة كده، اقول له تراجع. عايز احط شوية اعشاب حشيش. طيب الهاي دي المرتفعات، الحشيش جريس مش راضي يجي، باينت او ممكن يكون عشان في كارت شاشة ضعيف شوية بدأ يعلى شوية. بليس اوبجكت ده ممكن تبدأ تحط الماية دي هنا جنب المول دوت بالشكل ده. طيب خلينا نشوف موضوع الماتيريال. لو انا عايز ادي ماتيريال لعنصر معين، باجي هنا في الامبورت اقول له انا عايز اتحكم في الماتيريال. بيقول لي انت عايز تتحكم في اي من مبنى، لان ممكن يكون كذا عندك كذا مبنى. بقول له المبنى دوت البرنامج بدأ يجيب آخر. طيب هبدأ أقول له أنا عايز ماتريال جديدة، وأختار مثلا الرصيف، دوست عليه بيبدأ يقول لي أنت عايز تختار له أنهي ماتريال. هقول له مثلا عايز أسفلت، وأبدأ أختار الأسفلت اللي أنا عايزه، وأبدأ من هنا أتحكم في الخصائص بتاعته. ولو أنا عايز ألغي الماتريال خلاص بلغاها من هنا، مفيش مشكلة. انا كده انا ظبطت الماتيريال بتاعتي. طب عايز اضيف حاجه تانية، بقول له اد ماتيريال، وابدا اختار العنصر التاني. هو يبدا مثلا كل العمود كلها مره واحده، اللي هو الجزء فيها اللي واخد الماتيريال مشابه اختارهم كلهم مره واحده. مثلا اقول له انا عايز سيراميك كليوباترا، اي حاجه بقى، اي عنصر انت عايزه، ماربل مثلا. وتبدا تحدد السكيل بتاعه، وتبدا تحدد الريفليكشن بتاعه، الخصائص بتاعتها، لحد ما تبقى شكلها جميل. وفي الاخر خالص بقول له ايه انا موافق على الماتيريال ديت. تمام. طيب لو انا عايز اخد لقطة، باجي هنا بقول له فوتو، وببدأ اشوف اللقطة اللي انا عايزها، واقول له انا عايز اسيفها كأن انا هعملها ايميل او ديسكتوب او برنت او بوستر. كل واحد فيهم له سايز معين. بوستر طبعا عندك 7 متر في 4 متر،
ممكن تاخد هنا كذا لقطة، ممكن اقول له انا عايز افكت، ايه الافكت دوت؟ الافكت ده حاجة كتير قوي يعني، ممكن اقول له مثلا عايز الريفليكشن، وتبدأ تحدد الريفليكشن ده بتاعك هيبقى قد ايه. ممكن تقول له بلاش الريفليكشن، ممكن ادوس هنا اقول له ريموف، اقول له انا عايز مثلا الشمس نفسها اتحكم فيها، فبيديك الامكانيات ان انت تتحكم في الشمس زي ما انت شايف. بدل ما ترجع اللقطة، لا ممكن تظبط كل اللي انت عايزه من هنا. ممكن تقول له انا عايز الشادو يبقى فيه شوية شادو، تقول له الغي الشمس دي دلوقتي ريموف. ممكن تحط مثلا اندر وورتر، كأن الحاجة دي غرقانة في المية. بس المية هنا مش شفافة يعني، في شوية مؤثرات كده بتستخدم ستادي. دراسة أحوال الشمس هتبقى عاملة ازاي، الدي المانس. ممكن اقول له الوزر، انا عايز اظبط الوزر بتاعي، عايز اخلي كأن في ضباب او في مطرة، والضباب ده لونه ايه؟ ضباب القطر. تبدأ تختار شكل انت عايزه، كان في رياح طبعا عشان تبان مؤثر، نلغي المؤثر اللي قبليه عشان ايه، عشان تحس بالمؤثر الجديد. الشادو تمام. طيب ممكن اقول له مثلا انا عايز الاوبجكت نفسها، انا عايز اديها هايد لاير، عايز تخفي عناصر معينه او تخفي حاجه معينه. الكاميرا ممكن مثلا هاند الكاميرا كده، بتختار كان كاميرا مثلا تاخد كاميرا معينه، فبتبدا الكاميرا دي بيبقى لها مشات مؤثرات، ممكن كاميرا قديمه، كاميرا جديده، كاميرا من السبعينات، تديها نفس التاثير. لينس فلار ستايل، تبدأ تختار الستايل مثلا دوت دوت، اي ستايل انت عايزه. ارتست ان تي اس سي، فهو في امكانيات كويسة جدا، وان شاء الله تبدأ تلاقي في حاجات كويسة. طيب الموفي، انا بيقول انت عايز تسجل ريكورد ولا ايمج ولا موفي فروم فايل. خلينا نجرب ايمج ده، لو في صور موجودة خلينا نجرب حاجة تانية. دريت اقول له ريكورد، انا هبدأ اسجل انا اللقطات احسن. دي لقطة معينة هقول له انا عايز اخد الفوتو دي، خد الصورة اللي بعد كده لازم اتحرك بالكاميرا عشان تبدأ تحس بيها. خدت لقطة كمان، هدوس كليك يمين وابدأ اتحرك بالكاميرا، بس انا عندي بتعلق شوية تمام، وابدأ اقول له خد لي لقطة كمان. ممكن اطلع لفوق بالكيو وانزل بالاي، تبدأ تتحرك بالاسهم، ولو عايز حركة سريعة بتدوس شيفت، حركة بطيئة بتدوس مسطرة. عايز تقرب بالدبليو تبدأ تقرب من المنظر نفسه بالشكل دوت. ممكن تدخل جوه المبنى زي ما انت عايز. خدت بالك اول ما قربنا في حاجة فيها صوت، الصوت بدأ يظهر معايا. طيب انا هبدأ كده، طيب جميل جدا. تعالى بقى نشوف اللقطة تبقى عاملة ازاي. بلاي اهي، هو عمل ايه؟ اللي انا باخده ده بيبقى اسمه كي ماستر، ده فريم اساسي، وبعد كده هو بيبدأ يحط الفريمات الفرعية بين اللقطة دي واللقطة التانية. بس مع الموضوع بسيط جدا،
ما فيهوش حاجة صعبة خالص. تمام، انا بقى اتحكم في سرعته، وممكن ازود السرعة اقلل السرعة زي ما انا عايز. لا طيب، هقول له انا موافق على الفيديو دوت. هبدأ احط له مؤثرات، سوري المؤثرات اهيت. في مؤثرات للاوبجكت، زي ان انا اقول له مثلا موف، ابدا احدد مثلا عنصر معين، وليكن مثلا العربيه ديت. ثانيه واحده، هو انا بيدولي طلوع ونزول؟ لا، هقول له انا عايزها موف، اقول له مثلا انا عايز اللقطه دي كده، العربيه جايه من هنا لهنا. طيب ايه تاني؟ الراجل دوت، طيب ده عايزه من هنا لهنا، ماشي اوكي. طيب تعال نشوف الفيديو كده، الراجل هو ماشي، يمكن الكاميرا ما جاتش عليه بس هتجي عليه تاني. اي العربية هي بتتحرك. ماشي، الراجل ما جاش معانا، نجيبه معانا. تمام، احنا هنا. طيب هاجي هنا احاول اوصل للراجل دوت، او الراجل اهو، اخد لقطة كمان والفله عشان اقدر اشوفه. حتى باين ان هو بيتحرك. تمام، وصل لاخر البتاع وافتكر ان هو نسي المفتاح فراح يجيبها. طيب اقول له باك، لو جينا عند اللقطة دي تلاقي الكاميرا اهيت. هي الكاميرا اتحركت في وقت هو كان موجود في حتة تانية. فبطريقة بسيطة جدا بتقدر تعمل حركات واشتغالات حلوة قوي. ممكن مثلا لو عندك حاجة طيارة عايزها تقع، تمام، ادفانسد موفي شوية حركات برضو. الكاميرا ممكن تعمل مؤثرات للكاميرا زي ما شفنا في الصورة العادية. طيب خلاص خلصنا، هقول له سيف موفي، هيقول لي انت عايز سيافه بأني جودة، كام فريم في الثانية؟ كام فريم في الثانية؟ العادي بتاعنا ب 25 او 30. الكواليتي بتاعتها قد ايه؟ كل ما تزود الكواليتي كل ما الصورة تبقى اوضح، بس هتاخد وقت كتير قوي في الرندرة، فحسب الجهاز بتاعك. تمام، وحسب الكهرباء. ما انت ممكن تختار جودة عالية قوي والكهرباء تقطع، فلازم نخلي بالنا من حتة زي دي. شوف الريزولوشن، الريزولوشن بتاعك قد ايه. ده لو انت هتسيف ام بي 4، ام بي 4 فيديو ايمج صور، عايز اطلع دي على هيئة صور مثلا 100 صورة او حاجة. سنجل لو هي صورة واحدة، هختار الصورة اللي انا واقف عليها دلوقتي هي دي اللي هتتصدر. تمام، يعني انا شايف ان البرنامج سهل وبسيط، واتمنى يكون فيه افادة وتبدأ تشتغل عليه. اخوكم عمر سليم.